مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بمحاضره اليوم 22 شباط 2018. محاضره اليوم مختلفه عن محاضره سابقه، اولا بانها باللغه العربيه زي ما باللغه العربيه مع مجموعه اكويتي جروب، وكمان المحاضره اليوم ما راح تكون محاضره تعليميه تطبيقيه. نشوف اهم الفرص الحاليه بالاسواق المال، رح نطلع فيها على الذهب، تقني للذهب، لليورو الاسترليني، للين الياباني، للنفط، النفط الخام، الكرود اويل، الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي. لكن بداية قبل ما نحكي عن تحليل طبيعي، بدي احكي شوي عن اجتماع باول رئيس الفيدرالي الامريكي الجديد مساء امبارح مع امريكي، وادلى بحديث باول، ادلى بحديث كثير ايجابي عن الاقتصاد الامريكي، لكن الحديث الايجابي اللي ادلى فيه ادى الى تراجع الاسهم وليس اسهم، والسبب هو عندما قال نظرته للاقتصاد صارت ايجابيه اكثر بشهر ديسمبر، والبيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن التضخم جه إلى الأهداف الفيدرالية. لهالسبب هيدا السوق أخذ حديث باول رئيس الفيدرالي أنه في ارتفاعات أكلة بفوائد أكثر من 3 مرات بعام 2018، فهيدا الحديث كان إيجابي للأمريكي، وطبعا رفع الفوائد هو سلبي للأسهم، مثل ما كنا شفنا بهبوط الأسهم من حوالي 3 أسابيع، شفنا هبوط حاد، السبب كان هو السبب الرئيسي هو ارتفاع الحديث عن ارتفاع الفوائد على الدولار الأمريكي. فامبارح تراجع الداو أي حوالي 1.16%، والستاندرد أند بور مؤشر ستاندرد أنبور حوالي 6، أي تقريباً 21.27%، وأغلق كمان أنبور داو جونز ومؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت باللغة S&P سكر عند 27.44، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى 90.49 نقطة. الأسواق ما زالت عم تعطي القوة للدولار الأمريكي والين والفرنك الأسود على إنه شهية المخاطرة بالأسواق ما حالياً، رغم إنه السوق الأمريكي هو تقريباً هلأ بأعلى مستوياته، لكن العملات مثل الدولار والين والأسود كمان بأعلى مستوياتهم أمام باقي. خلينا نبدأ بالتحليل التقني للذهب. ممكن نشوف بعد اتجاه هابط لإله، مثل ما شفنا هون انتهى الموجة، انهى الذهب انهى الموجة بي عند أسعار 1360، وهبط من الموجة بي بخلال 5 مراحل، الموجة الأولى الصغرى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة، لكن الهبوط التصحيحي هيدا اللي عم نشهده بالذهب كان هو تصحيح معقد. لهالسبب في عندنا الموجة W وX هون باللون الأصفر، وهلأ نحن بالمرحلة الأخيرة من هبوط الذهب، وممكن الذهب يوصل إلى مستويات 1286 1285 1280، حيث رح يكون في كميات شرائية أو كونتريات عند المستويات هيدا، عند 1285 85 86، راح تكون أهداف للشورت سيلرز حتى يغلقوا مراكز عند هالأسعار هيدا، ونبدأ بمرحلة صعود جديدة. على القليل ممكن هيدا الصعود من مراحل 1280 1285 يكون 3 waves up،
في حال كان كمان رح يكون صعود تصحيحي، أو رح نشوف صعود إلى مستويات أعلى من 1366 بالمرحلة الجاية. فإذا الذهب بانتظاره بعد هبوط، هل نحن هون بالمرحلة الثالثة انتهت، الموج الأولى الصغرى، الموج الثاني الصغرى، الثالثة الصغرى. هلأ هون نحن فينا نقول إنه الذهب ممكن ينهي الموجة الرابعة الصغرى، سقفه بهالحالة عند ال 1325 دولار بالأونصة قبل ما يبدأ هبوطه. مثل ما شايفين هون في عنا هالكاندل، هيدي اللي بتدل على بارش كاندل، this one is a bearish candle. مثل ما شفتوا ممكن الذهب يوصل لل 1325، ممكن يهبط من الأسعار اللي هو عليها هلأ إلى مستويات ال 1308 كهدف أول، 1308، 1305، 1302، وكهدف ثاني عند ال 1280، 1285. فإذا الذهب بالوقت الحالي ممكن نشوفه عند أول هدف له ال 1303، 1305، 1308، والهدف الثاني مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة نستعمل فيبوناتشي اكسبانشن 2 حتى نلاقي التارجت تبعنا. فإذا والهدف الثاني عند 1260، 1280، 1260 رح يكون حد أقصى، هو الاكستريم لو تبع الذهب قبل ما نشوف صعوده. و السعر المتوسط رح يكون بين 1300 وال 1260، هو عند ال 1280. ننتقل لليورو مقابل الدولار الأمريكي. فإذا اليورو مثل الذهب كمان ممكن نشهد حالة هبوط قوية باليورو، وبنفس الوقت ممكن اليورو يكون بعد ما أنهى الموجة الخامسة، هيدا القاع تبع اليورو 1.03، هل السعر اللي شفناه بالأوائل 2000 وعام 2017 أي من حوالي سنة وشهرين، وبلش اليورو يرتفع بأمواج اندفاعية، أنهى الموجة الأولى الاندفاعية، الثانية والثالثة. طبعا هون مش مسمى، مش مرقم الأرقام الأمواج الصغرى، لكن بالصايد على جنب مرقم، وأنهى اليورو الموجة الثالثة عند مستويات الواحد 19 21، وأنهى الموجة الرابعة عند مستويات الواحد 15. هلا ممكن اليورو يكون أنهى الموجة الخامسة عند مستويات اللي شفناها حوالي الأسبوع الماضي أو اللي قبله عند الواحد 25، وهلأ اليورو بياخد الاتجاه الهابط، لكن ممكن نشوف بعض العمليات الشرائية على أسعار الواحد 21 50، واحد 21 60، لكن عمليات شراء هيدي رح تكون عفوا عمليات شراء هيدي رح تكون عكس الاتجاه حاليا، الاتجاه على المدى القصير، لانه اليورو ممكن نشوف هبوط اكثر له عند مستويات ال 1.17 و 1.16. كونفيرميشن ليفل، اي ال كونفيرميشن على انه اليورو رح ياخذ الاتجاه الهابط، هو اغلاق ادنى من مستوى ال 1.21، المستويات التالية أدنى من الواحد 21.60، تعني إنه اليورو نكمل بالاتجاه الهابط نحو المستويات الواحد 17.24، وارتفاع وإغلاق فوق الواحد 25 تعني إنه اليورو ما أنهى الموجة الخامسة هون باللون الأصفر، ومتجه نحو 1.30 أقله أو 1.29
قبل ما يبدأ اتجاهه الهابط نحو ال 1.17 و 1.16 بالمرحلة الجاية. ننتقل للجنيه الاسترليني. هون عم نشوف الجنيه الاسترليني كمان مثله مثل الذهب مثل اليورو، هلأ هو بالمرحلة الثالثة والأخيرة من اتجاهه التصحيحي، هون الموجة بي. فإذا نحن هلأ بانتظار موجة سي هابطة، وهو بدأ هيدي الموجة من المستويات عند أسعار ال 41 27، الأسعار اللي وصل لها الاسترليني مع بداية الأسبوع الحالي. وهلأ عم نشوف الاسترليني عند نقطة مقاومة على سعر ال 1.37 84، والاتجاه الهابط ممكن يكمل نحو ال 1 عند ال 1.35 60 بالمرحلة المقبلة لحتى ينهي فيها الموجة سي التصحيحية ويبدأ بالصعود مرة جديدة. ننتقل للدولار الأمريكاني مقابل الين الياباني، اللي هو أكثر وضوحا من أي عملة ثانية حاليا. الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أنهى الموجة الخامسة عند حدود ال 1.25 1.26، وأنهى المرحلة التصحيحية الأولى عند مثل ما شايفين هون عند الموجة A على عند أسعار ال 102 تقريبا أو ال 98 كأدنى مستوى له، وارتفع بالموجة بي التصحيحية. وهلأ نحن بانتظار هبوطه بالموجة التصحيحية سي إلى مستويات ال 94. كثير واردة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يوصل لل 94 بالأسابيع أو الأشهر القادمة، وهذا الشيء بيتزامن مع إذا بدكم بيتزامن مع الشيء اللي عم بيصير هلأ، يعني الين والين الياباني والفرنك السويسري على عم يشهدوا قوة هلأ خلال اليومين، خصوصا امبارح من بعد حديث باولو. هيدا دليل على انقطاع، على انعدام شهية المخاطرة بالسوق. وكمان اذا بنطلع على سوق الاسهم الامريكي اللي هو مؤشر سوق الاسهم الامريكي الاساسي اللي هو ستاندرد اند بور، بنشوف انه ستاندرد اند بور اللي هبطوا من حوالي الأسبوعين ممكن كمان يكمل هالاتجاه الهابط. طبعا الين الياباني الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني والمؤشر الأسهم الاس ام بي عنده علاقة عكسية، أي عندما يهبط أو بالأحرى عنده علاقة عكسية مع الستاند بور، أي عندما نشوف مؤشر الاسهم الامريكي الستاندرد اند بور عم يهبط بنفس الوقت بنشوف الين الياباني عم يقوى، اي الدولار الامريكي مقابل الين الياباني بيشهد بعض الضعف. فاذا نرجع ل الين الياباني، ممكن نشوف الين الياباني بالمرحله الجايه بالاسابيع القادمه عند ال 94، وهلا هو حاليا عند مستوى دعم مهم بعض الشيء عند ال 106.57، كان ارتد من هالمستوى الدعم هيدا ال 106.65 مثلا امبارح و عفوا الاسبوع الماضي، وهلا هو حاليا عم يتذبذب عند هالاسعار هيدي عند ال 107.06 و 106.50، صار له من امبارح دخول الآسيويين إلى الأسواق. لكن على المدى البعيد الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ممكن نشوفه عند مستويات ال 94 لينهي فيها الموجة التصحيحية سي،
لكن من بعدها طبعا من بعد 3 أمواج تصحيحية في رح نشوف صعود ثاني للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وهالصعود هيدا رح يكون أعلى من مستويات ال 125 و 126. فإذا هيدا بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. ننتقل للنفط. النفط اللي بالرغم كل الأحاديث اللي عم تقول إنه النفط بده يرجع ل 30 دولار بالبرميل و 40 دولار للبرميل، إذا عم تقروا هالأخبار هيدي، أنا صراحة شايف العكس، وشايف النفط عند ال 70 دولار بالمرحلة المقبلة، مثل ما شايفين هون بالشارت قدامنا. النفط أنهى، إذا بدنا نبدأ من هون، أنهى الموجة الثانية الصغرى، الثالثة الصغرى، الرابعة الصغرى، الخامسة الصغرى، أعطينا الموجة الأولى. أعطينا الموجة الأولى مثل ما شايفين هون باللون الأصفر، نزلنا بنزلة تصحيحية A B و C، أنهينا فيها الموجة رقم 2، وهلأ هو النفط بالموجة الثالثة، وهيدي الموجة الثالثة لحتى يعتبر العد خاطئ بدنا نشوف هبوط وإغلاق أدنى من مستوى ال 60 90، وحتى 60 90 كتير عليه كمان، بدنا نشوف هبوط وإغلاق أدنى من مستويات ال 62 50 لحتى نقول انه ممكن العد الحالي يلي نحن مشين عليه حسب امواج اليوت ممكن يكون خاطئ، وندخل بعد بديل لهال الكوموديتي هيدي. فاذا نحن بانتظار، انا بانتظار النفط انه يقوى اكثر ويوصل لاسعار 70 دولار بالبرميل بالمرحله المقبله، واي هبوط للنفط هو فرصه جديده للشراء، وإذا كان العد اللي أنا ماشي عليه حاليا هو عد خاطئ، فإذا مستوى الواحد واحد الستين تسعين أو الواحد وستين دولار بالبرميل هو خط الفصل أو الدعم الفاصلة لحتى لا تغيير اتجاه النفط، وحتى مستوى الستين تسعين كمان يعتبر نقطة دعم، غير أنه مهمة برأيي من المستحيل أنه يوصل في حال بده النفط يكمل في اتجاهه الهابط. والنقطة الأساسية للنفط لحتى يرتفع منها هي الأسعار التالية، أي عند الـ 62 30 برأيي هو نقطة دعم كافية للنفط في حال هبط انه يرجع يستعيد عفيته وياخد اتجاهه نحو 70 دولار بالبرميل في المرحلة الجاية. ننتقل هلأ حاليا للدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي. مثل ما شايفين هون بعد ما رقمت الزوج اللي أمامنا، لكن مثل ما شايفين في 5 أمواج واضحة، الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، الموجة الرابعة، والموجة الخامسة. هلأ اللي منه عارف شو عم بقصد بالموجة الأولى الثاني والثالث، إن شاء الله بمحاضرات مستقبلية نعملها باللغة العربية واللغة الإنجليزية، بعلمكم فيها عن أمواج اليوت اللي هي أحد أهم الدراسات التقنية بالأسواق. فإذا هو لي 5 أمواج وصل فيهم
الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي عند مستويات 21 50 تقريبا، صعد منا بالموجه اي التصحيحيه عند المستويات 1.29، رجعنا شفنا هبوطه بال رجعنا شفنا هبوط لليو اس دولار، الدولار الامريكي مقابل ين مقابل الدولار الكندي، وهلا حاليا الدولار وهلا حاليا الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي عم يشهد ارتفاع، وهذا الارتفاع ممكن يوصل للمستويات عند الواحد 31 80 بالمرحلة المقبلة أو أقله. يعني هلا هون من بعد هالقاع اللي شفناه بالدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي عند ال 1 22 50، خلينا نقول هي موجه تصحيحيه او بدينا باتجاه جديد بالدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي. بكلا الحالتين في عندنا موجه رقم 3 او سي هي الثالثه، هي الموجه التاليه اللي نحن بانتظارها. فاذا اقله الموجه سي ولا الموجة 3، الموجة رقم سي ولا الموجة 3 بدها تمتد لحدود أقله 100% من الموجة الأولى، يعني مثل ما شفتوا هون الحدود للهدف للتالي للدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي هو عند الواحد 31. هلا طبعا يمكن في بعضكم عم بيقول انه طيب كيف النفط صاعد والدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي كمان صاعد، بما انه في علاقه عكسيه بين الاثنين، اي النفط بيصعد، لما نشوف النفط عم يصعد بنشوف الدولار الامريكي عم يهبط امام الدولار الكندي، اي الدولار الكندي عم يقوى. طبعا في علاقه ايجابيه بين قوه الدولار الكندي والاسعار النفط، لكن هيدي العلاقه الايجابيه هي الكوريليشن بين العملات ولا السلع ولا العمله وسلعه بتكون بين ناقص واحد الى واحد، لكن العلاقه بين النفط والدولار الكندي هي عند 0.8. فاذا في ستاندرد ديفيشن حوالي 0.2، فالستاندرد ديفيشن هيدي ممكن انه اوقات تخل بمسار الازواج مع المعادن والسلع. فاذا حتى لو شايفين النفط على صعود الى مستويات 70 دولار بالبرميل، هيدا شيء ما بيعني انه الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي لازم يهبط. وتغيير المسار اي العد اللي نحن فيه يعتبر خاطئ في حال الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي، رجع خرق السعر ال 1.26 14. فاذا 1.26 14 هي نقطة فصل للدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي. طالما انه اسعار سعر الدولار الامريكي مقابل الكندي اعلى من مستوى ال 1.26 15 1.26 20، فاذا العد الصحيح هو انه الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي صاعد الى مستويات ال 1.31 اقله بالمرحله الجايه بالاسابيع او الاشهر
القادمة. هلا في حال نحن بالموجه الثالثه لكان الهدف راح يكون اقل هو 1 31، اما اذا نحن في حال موجه تصحيحيه فاذا اذا بدنا نربط امواج اليوت بي، اذا التصحيح يلي نحن بانتظاره كمان ممكن يوصل ل 1 29 24. بكلا الحالتين في عنا ارتفاعات بالدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي، والمرحله الثانيه هي كمان عند الواحد 31. لاحظوا كيف الفيبوناتشي اكسبانشن من الموجه من قاع الموجه اي او الموجه الاولى الى قمه الموجه بي او وقاع الموجه بي او الموجه الثانيه، اثنيناتهم مستقبين عند ال 1 31. فاذا ال 1 31 رح تكون نقطة دعم، نقطة مقاومة عفوا قوية على زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. هيدا موضوعنا اليوم، حكينا عن الذهب وقلنا الذهب ممكن يبدأ يكمل هبوطه إلى مستويات ال 1260 1280 قبل ما يرجع يشهد ارتفاعات إلى أعلى من مستويات 1366. ممكن نشوف الذهب بعام 2018 عند 2450 وحتى 2500. إنما هلأ نحن ناطرين إنه ينتهي الذهب من موجة الهبوط التصحيحية اللي هو فيها، ونحن هلأ بالمرحلة الأخيرة، هيدي الموجة الثالثة الصغرى، الرابعة الصغرى. في عنا بعد موجة واحدة ووحيدة، موجة صغرى يمكن تودي إلى أسعار 1280. بستبعد سعر 1260 صراحة. 1280 ممكن يبدأ الذهب، وحتى 1300 كمان ممكن يبدأ الذهب بموجة صعود إلى مستويات أعلى من 1366. ما بنصح أبدا بيع الذهب، إنما بفضل شراؤه من أسعار 1305 1308 1300 1280 1285، كلها أسعار حلوة إنه الذهب ينشرى عليها، لحتى طبعا مع ستوب اقل من 1260 وهدف اعلى من 1420 بالمرحله الثانيه. رجعنا حكينا عن اليورو مقابل الدولار الامريكي. اليورو مقابل الدولار الامريكي طالما هو قد ال 1.25 يفضل هبوطه الى ال 1.20 20 كمرحله اولى، وممكن اقل الى 1.17 كنقطه دعم ثانيه. وإنما الهبوط هيدا ما انتهى، ممكن هبوط اليورو إلى مستويات 1.20 أو 1.19 أو 1.18 تكون لإنهاء الموجة رقم 4 المتوسطة، ليرجع اليورو يتجه إلى مستويات لاحقة هي عند 1.27 28 و29 مقابل الدولار الأمريكي. أما استرليني مثل ما شفتوا نقطة دعم هون عند 61.8% اللي هي إذا بدي ظهر الصورة، الموجة A الموجة B طبعا بسبب الأمواج اللي عم نشوفها هون على الشمال، إنما بحكي على الأمواج اللي هلأ نحن فيها كرمال تكون الصورة أوضح لكم. فإذا الموجة A الموجة B والموجة سي ممكن توصل لاسترليني عند المستويات ال 1.35 50 مثل ما قلنا، لكن بنفس الوقت المستوى الحالي هو نقطة دعم مهمة للاسترليني مقابل الدولار الامريكي عند ال 1.37 82. رجعنا حكينا عن يو اس دولار versus the Japanese yen، الدولار الامريكي مقابل الين الياباني على المدى البعيد. كمان كتير حلو انه ندخل شورت او نبيع الدولار الامريكي مقابل الين الياباني عند المستويات الحاليه مش مشكله، ونحط ستوب عند الليفل هيدي، ونلعب نركب هالهبوط هيدا الى مستويات ال 94 بالمرحله الجايه. لكن طبعا مستوى ال 100 و 150 170 راح يكون 100.70، طبعا 100.50 راح تكون نقطة سايكولوجية كتير مهمة على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، يمكن ترد فيه قبل ما يرجع يكسر ويهبط لمستويات ال 94
1895. فإذا هذا بالنسبة للين الياباني. كمان برجع بذكركم بالنسبة للنفط، النفط الانفاليديشن ليفل تبعه هي عند مستوى ال 60 93، وهلا بالوقت الحالي ممكن هالنقطة هون ساهم بعودته إلى الصعود للنفط. لكن النقطة الأساسية هي لا نعتبر إنه العد خاطئ ونفوت بعد بديل، هي عند ال 60 90. أي خرق لل 60 90 يعتبر العد خاطئ. فإذا هذا بالنسبة للنفط. واحد حكينا كمان عن الدولار الكندي والسعر المتوقع للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. لاحظوا هلا النفط كيف كان عم يضعف، يعني النفط هلا حاليا عم يضعف، بينما بس عم بحكي عن الشمعة الحالية اللي نحن فيها، بينما الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، الدولار الأمريكي بعده عم يقوى أمام الدولار الكندي. فهيدا الرابط اللي كنت عم بحكيكم عنه، إنه منه بيرفكت ريليشن، يعني على طول في شوي ديفيشن بين ريليشن بين هالاسعار الازواج والسلع والمعادن، مش على طول بتمشي 100%. فاذا هدف الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي بالمرحله الجايه هو عند الواحد 30 واحد 31. انا بتشكر حضوركم وبشوفكم الاسبوع الجاي يوم الثلاثاء بمحاضره تعليميه احكي فيها، طبعا رح تكون باللغه الانجليزيه، رح احكي فيها عن البرايس اكشن. انا بتشكر متابعتكم والى اللقاء.